يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق الروح مني يا أخي، يا ضياء قلبي ودربي يا أخي، يا أخي يا أخي يا أخي. سؤال واضح ومحدد وصريح وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. أنت صليت الفجر؟ أنت صليت الفجر؟ ما صليتش الفجر. ليه؟ ما صليتش الفجر. ما صليتش الفجر. ليه؟ ليه؟ صليته في البيت. ليه؟ النساء هي اللي بتصلي في البيت. النساء هي اللي بتصلي. المساجد بنيت للرجال. وقت صلاة الفجر من أذان الفجر إلى طلوع الشمس مش إلى أذان الظهر. أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. النجاح مش ان انا اصلي الفجر، النجاح ان انا انزل اصلي الفجر في المسجد. كنت في مكان بعيد وصليت في مسجد الفجر، الفجر. صلاة الصبح، صلاة الصبح. فوجئت ان ثلاثة أربعة ورا الإمام. لو احنا عاملين جمعية استهلاكية ملحقة بالمسجد، وان كل واحد هيصلي مثلا في الجماعة هياخد له كيل سكر ولا ياخد له إزازة زيت ولا ياخد له بتاع الكلام ده، سيحبو على بطن. هو ده الموضوع بقى، ان الفلوس تجيبك، الفلوس تجيبك، وما تجيش لربنا، وما تجيش لربنا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هتصلوا الفجر ولا لا؟ هتصلوا الفجر ولا لا؟ اوعى ما تصليش الليل لازم. الصلاة ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق الروح مني يا أخي.